استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. معليش أبو يحيى، خذي راحتك. معليش نعاونك باش يعاونك جدو حسن، تاخذي لي كأب هو حاضر معك، عندك حتى السنتة بنتي باش تكوني على بالك. جا خطبك وهو مريض، بمعنى يجو خطبوك انك ما يقول المثل الشعبي رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، وانتي ما على بالكش باللي السيد هذا مهدد في اي لحظة انه سيموت. الأعمار بيد الله على كل حالة، يا ما أناس كانوا لبس بهم ماتوا، يا ما أناس قالوا ما راح تموتوا ما ماتوش، لكن هذا الإنسان اللي جا خطبك بعد هو سنة كان هو مع اللي هو كان لبس به ومبدت الأعراض تاع المرض تاعو. لا معليش، كي جا خطبك ما كانش لبس به، كان مريض. اسمع دقيق، ما كانش يبان لي بلي مريض، يعني في يامات يامات ولا تجي سطر في كرشو شغل، ولا يقول لي طبيب قال لي أحدي العملية على رجلك، لو كان ما لو كان ديرها تموت. انا كنت على بالي شغل نورمال، قلت له روح للطبيب، نقول له روح للطبيب، يقول لي لا ما نروحش. ومن بعد بدات يضربني بلا سبه، يعيط عليا بلا سبه، وانا نقول له هو غير يحبط عند مرت خوته تهضر معاه ويجي ليا. شغل انا شغل عشت حياتي شغل غير في الميزيريه والدار، من نهار تزوجت وانا في الدار. صرت كي يسمع باللي راني بالحمل ما حبهاش، ولا يقول لي انا ما قلتلكش حملي، انا ما قلتلكش رفدي، قلت له بصح هذا مكتوب ربي ماشي انا.